وكان وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد أعلن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبينا أن إجمالية أعداد الحجاج هذا العام بلغت أكثر من 1,845,000 حاج. يسرني أن أعلن عن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وتجاوزت نسبة الامتثال لخطة التفويج 98%. عدد الحجاج لهذا العام 1,845,045 شخص حتى الآن من أكثر من 150 دولة أدوا مناسكهم لهذا العام بيسر وسهولة، راجي من الله تعالى أن ييسر لهم إتمام شعائرهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين آمنين. الحمد والنعمة لك الملك لا